لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر سكن الدفعة الأولى لحجاج بيت الله الحرام مراسل الإخبارية سعيد الحمد. أهلا بك سعيد، يعني حدثنا عن ما ترصده حول وصول الدفعة الأولى لمقر إقامتهم في مكة. مساء الخير إبراهيم، مساء الخير أيضا لكافة السادة المشاهدين. ككل عام الحكاية تتكرر والمشهد الأسمى يعيد نفسه مجددا إلى الأضواء. حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، هذه الفريضة الإسلامية والشعيرة العظيمة التي تخطف أنظار العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة وإلى مشاعرها المقدسة في شهر ذي الحجة من كل عام. عام 2020 أو عام 1441 عاما استثنائيا نتحدث به خلال جائحة كورونا العالمية التي أصبحت فيها التحديات أكبر والمسؤولية أيضا كبيرة، إلا أن القيادة السعودية بكافة طبعا جهاتها المختصة أبت إلا أن تقبل هذا التحدي وأن تتكبد خسائر اقتصادية مقابل أن تقيم هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة بالنسبة لأبناء العالم الإسلامي. اليوم وتحديدا عند الساعة 4 عصرا وصلت الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام واستقبلهم طبعا مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، قادمين من مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي في منطقة القصيم وسط إجراءات صحية وأيضا تدابير وقائية مشددة جدا، ومن ثم تم نقلهم من خلال حافلات تم تعقيمها وأيضا تم تحقيق التباعد الاجتماعي من خلال ملصقات إرشادية داخل هذه الحافلة إلى مكان إقامتهم، بحيث أن الحافلة لا تحمل على متنها سوى نصف القدرة الاستيعابية للوصول إلى الفندق. فريق الإخبارية كان منذ العصر متواجد في مقر الفندق لرصد ومتابعة أيضا وصول الحجاج وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة وكذلك وزارة الحج والعمرة. كان هناك تباعد وأيضا حتى في أثناء نزولهم ودخولهم إلى الفندق كان هناك أيضا في استقبالهم كاميرا حرارية ترصد حرارة الجسم وأيضا التزام الحاج بكافة الإجراءات اللازمة للاحترازية، ومن ثم أيضا تسهيل حركة نقلهم إلى داخل الفندق. أنا متواجد الآن في مقر الفندق وأيضا متواجد في أحد الغرف المجهزة والمخصصة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في هذا العام. طبعا حينما يدخل إبراهيم الحاج إلى هذه الغرفة يكون باستقباله طبعا رسالة جميلة جدا وكانت لافتة طبعا للنظر. هذه الرسالة كانت طبعا من قبل معالي وزير الحج والعمرة، تم كتابتها بخط اليد وكذلك تم توقيعها من قبل معاليه، يشرح فيها يعني تعابير الحب والفرح التي تكنها القيادة السعودية وكذلك الشعب السعودي بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام. كذلك يعني الخدمات المقدمة هنا، تكون هناك هدايا للحجاج بيت الله الحرام في هذا العام قد تساعدهم أيضا في أداء مناسكهم خلال هذه الفترة. نتحدث طبعا بداية من المعقمات وكذلك من الكمامات وبعض الاستلزامات، كذلك نتحدث عن المظلة تحسبا للأمطار حسب توقعات الأرصاد في الأيام القادمة بإذن الله، كذلك أيضا تقيهم من حرارة الشمس. نتحدث عن مناسك الحج سواء كانت في يوم عرفات العظيم أو حتى في مشهد منى ورمي الجمرات. نتحدث أيضا عن بعض الهدايا المقدمة من الشنط وكذلك بعض مستلزمات الحج ومناسك هذا هل هناك معلومات؟ نتحدث عن جهود جبارة وجهود عظيمة جدا قدمت من قبل الجهات المختصة، كذلك هناك يعني فريق كامل متخصص في أحد أدوار الفندق مخصص من قبل وزارة الصحة لمتابعة الشؤون الصحية في الفندق، كذلك هناك أيضا فحص لكورونا إذا ما استدعت الحاجة. معالي طبعا وزير الحج والعمرة وجه بوجود مشرفين وأيضا من قبل الوزارة متواجدين طوال الفترة في الفندق. سعيد، هل هناك معلومات عن أعداد الحجاج الذين وصلوا لهذا الفندق وأين هذا مقر هذا الفندق في مكة تحديدا باختصار؟
طبعا الأعداد حتى الآن لم يتسنى لنا الحصول على عدد معين في هذه الفترة لبعض الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية إلى قادم الأيام حتى يكتمل العدد. غدا سوف تكون هناك أيضا دفعة أخرى قادمة إلى مكة المكرمة، وأيضا سيكتمل إجراء طبعا قدوم الحجاج. نتحدث أيضا يعني جهود كبيرة جدا إبراهيم تقدمها الجهات الحكومية هنا، رأيناها رأي العين، جهود عظيمة وجبارة تعكس لنا حب السعوديين لتقديم خدمة كريمة بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، وتمثل ذلك طبعا في اللقب العظيم والمشهور لخادم الحرمين الشريفين الذي يرفعه اليوم جميع فرد أو مواطن سعودي في استقبال حجاج بيت الله كافة دول العالم. سعيد الإسلام، سنكون معك في متابعة مستمرة أكيد وفي نشرات لاحقة حول وصول الحجيج دائما من خلال هذه الأيام. شكرا جزيلا لك سعيد الحمد، مراسل الإخبارية من مكة المكرمة.